تعالوا نشوف نور مع بعض. انا عندي ولد وبنت ونور اخر واحد. فنور كان بيلعب مع اخواته في الاوضه، اتخبط في الحيطه. اتخبط، رحنا بيه لدكتور كده ورا البيت عندنا. قال ما فيهوش حاجه، ادوله بروفين ودهنوا له كريم وهو هيبقى كويس. ادينا له بق بروفين، فجات له زي كهربا كده وفصل واغمى عليه وما بقاش ينطق. فاخدته وجريت بيه على مستشفى المقاولين. الوقت ده كان حوالي ساعه الا ربع، ساعتين بالكتير قوي يعني. كنت انا هنا، جيت هنا بيه المستشفى تمام. فالدكتور جه قابلني قال لي هو لازم يتعمل له عمليه لانه عنده نزيف في المخ، وحجم النزيف كبير وفي حتتين في المخ صعبين. فقال لي 10 دقايق تكون واخد قرار، يا يا لا. فقلت له طبعا اه. فقال لي العمليه مكلفه جدا وبتاع. قلت له مفيش مشكله، نخش نعملها له ايا كان الرقم يعني. فدخل عمل له العمليه. بعد كده قال لي الدكتور اللي عمل له العمليه قال لي لو عدوا 48 ساعه في العنايه المركزه وهو بقى كويس خلاص الامور هتعدي، لانه هو حجم النزيف اللي عنده، لانه عنده سيوله كان اكنه نزف 12 ساعه. فلما جيت عملت بقى النزيف كان حوالي 12 ساعه بينزف، هو حجم النزيف لكن احنا ما سبناهوش 12 ساعه. جيت بعد كده ثالث يوم بالظبط في العنايه المركزه جات له جلطه في المخ في 50% من المخ، الفص الايسر كله كامل يعني. وهو الدكاتره وقفوا قدامه يعني مستغربين ان هم مش قادرين يعالجوا الجلطه، لان لو عالجوا الجلطه هيجي له نزيف تاني. فقعد حوالي 4 5 ايام في العنايه المركزه كده يعني شبه ميت يعني. وحتى هم الدكاتره تحت قالوا لي ده اكلينيكيا يعتبر متوفي. وربنا بقى طبعا اراد ان هو يحيي تاني. وجينا بعد كده دكتور معين كده كانوا عايزين يعملوا له شقه حنجري تحت لانه قعد في العنايه المركزه 25 يوم. ربنا طبعا يعني. ثم الدكتور ده قال لا ده طفل وكده، نطلعه فوق اوضه ونمشي معاه واحده واحده وربنا يسهل. فما قعد 25 يوم تحت في العنايه المركزه، جينا بعد كده الدكتور طلعه هنا فوق وكان عايز يعمل شقه حنجري. والحمد لله ربنا يعني. ثم الدكتور ده قالوا لا يطلع فوق وما نعملوش الشقه الحنجري لانه ولد صغير وعنده 7 سنين. فجينا قعدنا هنا في المستشفى 25 يوم تحت في العنايه المركزه و23 يوم فوق في اوضه يعني. فطبعا انا يعني مش استنفذت كل طاقاتي الماديه ومش يعني مش قادر اكمل معاه ماديا. فكلمت مدام رهام، ومدام رهام هي استجابت للحاله وردت عليا وقالت لي ان احنا ممكن هم كقناه النهار وكمدام رهام يعني يكملوا علاج ابني على نفقتهم يعني. لان المستشفى هنا خدت مني تكلفه عاليه جدا وانا ما كانش فيه يعني معايا اكتر من كده يعني. هم التقصير الاول ان انا لما كنت جيت بابني هنا قالوا لي 10 دقائق لو ما عملتوش العمليه كان هيموت تمام، او يعني طب نعمل له العمليه؟ قال لا روح هات التامين الاول. طب انا معايا 1000 جنيه، كان ساعتها معايا 1000 و1500 جنيه في جيبي يعني. قال لي لا انت حضرتك تجيب لنا 20000 جنيه اقل حاجه. قلت له ما فيش حد بيمشي في الشارع ب 20000 جنيه في الايام اللي احنا فيها. فقال لي ما اقدرش اعمل له عمليه لما تروح تجيب الفلوس. دي الحاجه اللي كانت مضايقاني من المستشفى من هنا صراحه، لان هو كان لولا ان مامته ماضت ان هي اقرار على نفسها ان هي تدخله يعني العمليات وهي ان احنا نجيب الفلوس على ورقه بيضاء يعني. لولا كده لولا ان هم دخلوه العمليات. كانوا في الاول مهتمين بيه لما كان في العنايه المركزه تمام، على اساس ان هو طفل والعنايه طبعا يعني. لما طلع فوق الاهتمام قل بنسبه 50 60% يعني. وهي الحاله حاليا دلوقتي يعني من ساعه ما طلعوه من العنايه المركزه لغايه وقتنا هذا 23 يوم مفيش جديد يعني. هم سايبينه كده وبيدوا له ادويه طبعا وبيعدوا فلوسه خلاص يعني. لكن مفيش جديد كطب يعني، كان هو يعني يوصل لمرحله احسن من كده مفيش. هي الحاله النادره بتاعته بس في موضوع الجلطه يعني. هو الجلطه اللي جات له 50% من المخ،
فالجلطات اللي بتيجي يعني بتبقى اقل من كده، يعني بتبقى مثلا 10% 20% 30%، لكن ده الفص كله اللي هو مسؤول عن اربع حاجات: العين والنظر والحركه والكلام. فتقريبا يعني 90% من الاستخدام اللي البني ادمين بتستخدمه يعني. فده هو فيه اتلاف، يعني الجزء ده فيه اتلاف. هو هما بيقولوا ان دي حاله نادره، ولكن التاثير الفعلي بسبب النزيف. حجم النزيف كان كبير، وكان حوالي 12 ساعة هو اللي ضغط على المخ فأدى لارتشاح وجلطة. الارتشاح هو خف منه، لكن الجلطة لسه موجودة. حد يعني بيعمل خير، واي حد بيساعد مريض، انا من خلال تجربتي ومن خلال ان انا مريت بتجربه نور، عرفت ان هو اكتر حاجه واكتر يعني حاجه المفروض الناس تساعد هو المرض، العلاج، مش اي حاجه تاني. انا شخصيا اذا ربنا كرمني وكان معايا فلوس ان انا اساعد حد، فهساعد مريض مش هساعد حد تاني، لان المرض ده حاجه الواحد لما دخلها يعني اكتشف ان هي حاجه صعبه جدا، والصحه دي حاجه نعمه من عند ربنا ما حدش عارفها ولا حد فاهمها يعني لما بيمر بتجربه زي دي. اتنقلنا للمستشفى وانا يعني بشكر مدام رهام انها بتساعد نور، وانا كنت اتفرج على البرنامج ما كنتش اتوقع ان انا اقف في الموقف ده، بس يا رب يبقى خير ان شاء الله، مش هقدر اقول اكتر من كده. الواحد في يوم وليلة ممكن يتحط في موقف يبقى محتاج فيه حد يبقى معاه ويساعده، فيا رب يشفي نور ويشفي الناس كلها. بس الفترة اللي فاتت اللي ما كناش بنطلع فيها هوا ما كانش فيه تبرعات خالص خالص، واحنا الفترة دي صرفنا فلوس كتير قوي، مش بس مع نور، صرفنا فلوس كتير قوي على حالات كتير قوي، وتشهد جميع مستشفيات مصر وتشهد التقارير اللي بنقدمها، كان عندنا كمية كبيرة جدا من العيانين وما زال عندنا كمية كبيرة جدا من العيانين. وانا بحب اقسم لكم بالله العظيم ان انا صادقه في كل كلمه بقولها، ان في ناس في امس الحاجه لده، خصوصا العيانين او الاطفال، احنا ما عندناش كبار في التخصص ده، الاطفال اللي بيتراوح سنهم بين 3 سنين و14 سنه اللي عندهم ضمور في المخ. الاطفال دي
احنا ما عندناش احترام للمعاق في بلدنا. في اي مكان في العالم تدخل اي مسرح تلاقي اول صفوف للمعوقين، تدخل اي استاد تلاقي اول صفوف للمعوقين، تقف في اي شارع اول ركنه لعربيات المعوقين، في اماكن الاكل الفاست فود و طابور ومكان للمعوقين. المعوق متشال فوق الراس في جميع انحاء العالم، ما بتكلمش طبعا على دول العالم الثالث، ولكن في كل البلاد اللي يعني بتعترف بالآدمية، ان المعوق ده ملوش ذنب ان هو اتولد معوق. ويمكن احنا هنخاطب اجهزة الدولة، ولو في حد من المسؤولين بيشوفنا دلوقتي، انا اسفة ان انا يعني انا اسفة جدا ان انا بقول ان ده لازم يتحط في الحسبان جامد جدا 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 جدا، وما ينفعش انكم تعملوا مش شايفينه. ده من الاول الحاجات لازم تعملوا سهلة جدا، سهلة جدا انك تيجي في اي حتة تخصص مكان للمعوق، سهل جدا انك في اي حتة تيجي في رصيف كده بدل ما تقعدوا تدهنوه ابيض في اسود كل شوية تعملوه كده تخلوه عامل زي رامب او زي منزل او مطلع عشان يطلع من عليه كراسي او ينزل من عليه كراسي، بدل ما الناس قاعده تشيل وتحط وتعمل وتسوي. الاطفال اللي عندهم ضمور في المخ عندنا احنا بفضل الله سبحانه وتعالى اول ناس في مصر قلنا ان اللي عنده ضمور في المخ ممكن يمشي وممكن يقعد وممكن يتكلم. ايوه ذهنيا مش 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 هيتقدم، وذهنيا مش هيبقى زينا، ولا درجة وعيه هتبقى زينا، مفيش حد هيقدر يغير درجة الوعي ولا الذكاء ولا، ولكن قدرنا نوصل لتيم من الدكاترة أو نكون تيم من الدكاترة بيعمل العمليات بتاعة القدرات الوظيفية دي، وبيقدر يعمل علاج طبيعي وعمليات جراحية تخلي اللي عنده ضمور في المخ ده يمشي ويقعد ويتكلم زي الأطفال الطبيعية، ولكن ذهنيا بيفضل زي ما هو. هتقولي ده يفيد في ايه؟ لا ده يفيد كتير قوي. لو انت او انت حطيتوا نفسكوا لا قدر الله مكان حد اتسحب بالجفت غلط، او حصل له نقص اكسجين ساعة الولادة، او اهله قرايب او وحصل له سي بي شلل دماغي او ضمور في المخ او داون سندروم او اي مرض من امراض التاخر العقلي، الطفل ده مش هيفضل طفل طول عمره، هيكبر وابوه وامه هيموتوا وهيبقى عايز حد يوديه الحمام وحد ياكله وحد يقعده وحد يمشيه، لان هو بيبقى مدرك اللي حاصل حواليه ولكن مش قادر يبقى زيك، بيبقى حاسس وبيزعل وبيتجرح وكل حاجة. فاحنا بنساعده أو أنتوا بتساعدوه على إن هو يبقى طفل بيعمل نص النعم اللي عندنا أو تلات أرباع النعم اللي عندنا، وبتشيل حمل كبير قوي 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 من على صدر أبوه وأمه. ربنا يا رب ما يوعد اي حد فيكم، ربنا يعافينا كلنا. احنا عندنا كم مهول من عمليات اللي بتتعمل للاطفال اللي عندهم ضمور في المخ، يمكن عندنا 5000 حاله، 5000 طفل، والعمليات غاليه والعلاج الطبيعي غالي، وبنفضل نعالج الطفل سنه وسنه ونص وسنتين، مشوار طويل جدا، ولكن النتيجة بتبقى مفرحة جدا جدا. يمكن الأسبوع الجاي أزعلكوا كم الأطفال اللي انتوا ساعدتوهم إن هم يقوموا ويمشوا ويتكلموا ويعيشوا حياة طبيعية. فبرجوكوا برجوكوا وبتوسل إليكوا إنكوا تساعدوا الأطفال دي وتساعدونا وتفضلوا ورانا، لأن من غيركوا إحنا مشلولين مش عارفين نعمل أي حاجة. وحساب صبايا الخير دلوقتي مفيهوش فلوس خالص، والبنك مصر موجود تقدروا تسألوا، والمؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي موجودة تقدروا تسألوا.